السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. كنا اتفقنا في أكتر من فيديو سابق إن احنا هنعمل توضيح وإجابة على كل الأسئلة اللي هترد على صفحة القناة. في سؤال مهم جدا أنا أجلت الكلام عليه عشان ألاقي جديد أرد عليه، يعني ألاقي حاجة جديدة، يمكن تظهر حاجة جديدة، الحكومة تعمل حاجة جديدة، ممكن مجلس النواب يقول إن في حاجة جديدة حصلت، لكن لغاية الساعة اللي احنا بنصور ونسجل فيها الفيديو ده مفيش أي حاجة حصلت، إلا في تصريح مهم جدا من رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، تصريح ده مع الإعلامي سيد علي، لسه أنا شايفه دلوقتي. هنتكلم على المسودة الجديدة لقانون التصالح، هنتكلم على محاضر مخالفات المباني في المسودة الجديدة في قانون التصالح، وهنتكلم على قواعد عامة بخصوص قانون التصالح وعلاقة أي مخالفات بيتم تسجيلها في الأيام الحالية لغاية ما يتم إقرار مشروع قانون تعديل جديد، أي شيء يتعلق بقانون التصالح. بس فضلا وليس أمرا بنحاول نجيب معلومات صحيحة ما نضللش بيها الناس، فياريت حضرتك توصل صوتنا لأكبر عدد ممكن من الناس، ده من خلال تعليقك على الفيديو أو عمل لايك أو أي حاجة تخلي اليوتيوب يساعد في نشر الفيديو والفايدة تعم على الجميع. معلش سامحوني في المقدمة الطويلة. في البداية كلام كتير اتقال عن مسودة قانون التصالح، وناس كتير عملت فيديوهات وشرحت نصوص مواد واتكلمت وقالت اللي قاله مالك في الخمر. في الوقت اللي رئيس لجنة الإدارة المحلية في تصريح مع الأستاذ سيد علي قال إن جميع القوانين أو مشروعات القوانين اللي وردت من الحكومة خالية من مسودة من أي حاجة بخصوص قانون التصالح، يعني لا مسودة مسربة ولا قانون تصالح اتقدم ولا تشريع جديد اتقدم بخصوص أي مخالفات مباني. إذن الكلام اللي عمال شغال إن في مسودة والمسودة كارثة والمسودة أيامها سودة والكلام اللي بيتقال ده كله حاجة لسه ما تقدمتش. قلت في أكتر من فيديو سابق مراحل سن القانون، أي قانون هيسن ويقر بشكل رسمي وقانوني لازم يا إما مجلس النواب يعرضه يطرحه بمشروع قانون، يا إما الحكومة تعرضه على مجلس النواب ويتم التصويت عليه وياخد الموافقة. الأول بيروح لجنة تشريعية، بعد اللجنة التشريعية بيتعرض على الجمعية العامة لمجلس النواب، بعد كده بيقر السيد رئيس الجمهورية ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. أي حاجة ما اتنشرتش بشكل رسمي وتعلن عنها وأعلنت عنها الحكومة ما ينفعش نقول في مسودة وهيسمح في الأحوزة العمرانية وهيسمح معرفش بالتعدى على التنظيم. أنا المسودة اللي بيتقال عليها أنا ما شفتهاش، لأن طالما حاجة مش رسمية، حاجة لسه بيقال إنها مسودة مسربة، لكن طالما ما أقرتش بشكل رسمي وقضعت للمراحل اللي احنا قلنا عليها دي ما ينفعش نقول عليها مسودة. بكرر تاني، كل الناس للأسف اللي بتتكلم في مسودة مسربة لقانون التصالح وناس بتعلق عليها، الكلام ده مش رسمي، الكلام ده لسه ما فيش قانون تقدم بشكل رسمي، وده تصريح من عضو في مجلس النواب، يعني مش حد مش مسؤول، ده حد مسؤول بيقول ان لغاية دلوقتي وبيعلل إن ممكن يكون التأخير في مصلحة الناس، ممكن يكون تأخير تقديم المسودة دي مراجعات معينة يتم تعديلات بحيث تتوافق ويتم تطبيقها على أرض الواقع بشكل عادل. طيب
نيجي نتكلم بقى زي ما قلنا على محاضر مخالفات المباني، سواء تم اقرار جديد او تعديل جديد في قانون التصالح. قانون التصالح برضو عشان نبقى عارفين ده قانون استثنائي، قانون استثنائي، قانون بيقر او اقر في الفترة السابقة عشان الناس تقنن اوضاعها، الناس اللي عندها مخالفات مباني تتصالح عليها وتقدر بعد كده تستخدم او يتم ترخيص الاعمال اللي تمت بالمخالفة، وبعد كده تقدر تكمل احلال وتجديد. طبعا الكلام ده ما حصلش للناس اللي خدت نموذج 10، ما حصلش عشان تعارض مع قانون الزراعة، وان قانون التصالح ما فيهوش نصا ان اللي ياخد نموذج 10 خارج الأحوزة العمرانية ممكن يعمل احلال وتجديد. قال لك منتج لاثاره، منتج لاثاره بالنسبة للمخالفات اللي تمت، اللي حضرتك تقدمت بالتصالح عليها. طيب نرجع للسؤال الثالث اللي هو محاضر المخالفات اللي بتتم حاليا. زي ما قلنا قانون التصالح قانون استثنائي، المفروض يعالج الاوضاع السابقه، يعالج الاوضاع السابقه على صدور القانون. تم العمل به في 9/4/2019، ان لم اكن اخطئ في التاريخ 9/4/2019، لسه التواريخ ما تعدلتش. إذا التواريخ اتعدلت في القانون الجديد، يعني احنا النهاردة بنتكلم في 2019 واحنا في 2022، هل هيشمل كل المخالفات اللي تمت لغاية صدور القانون الحالي، يعني لغاية ما يطلع تعديل يقول لك ايه، يقول لك كل المخالفات او المحاضر او الاجراءات القانونية اللي تم اتخاذها ضد المخالفين لغاية صدور القانون، دي حاجة، هل هيتم اعتماده او اعتماد المخالفات والمحاضر دي ولا مش هيتم؟ دي الحاجات اللي لسه لم تصدر بشكل رسمي. لغاية ما تصدر بشكل رسمي ياريت حضراتكم تخلي بالكم من موضوع محاضر مخالفات المباني وتعدي على الاراضي الزراعية والبناء بشكل عام بدون ترخيص، لغاية ما يطلع قانون للتصالح تعديل عليه. اي حاجة في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 انا قصدت اوضح، لان في ناس كتير الكلام كتر، يمكن انا قلت في اكتر من فيديو مش حابب اتكلم على مسودة ولا غيره، لان المسودة لسه اذا كانت مسودة صحيح، يعني مسودة مسربة، مصادر مجهولة اللي اتكلمت عليه، مفيش مصدر رسمي قال ان فيه مسودة مطروحة، وده مطروحة لحوار مجتمعي لنقاش لمجلس نواب. اللي قال الكلام ده مسؤول في مجلس النواب رئيس لجنة الادارة المحلية، قال ان لغاية او التشريعات او القوانين اللي تم تقدمها لمجلس النواب في الدورة الجديدة 1/10 لم يتضمنها لقانون تصالح ولا تعديل ولا المسودة اللي الناس هارية بعضها كلام عليها. ده انا رديت على اسئلة كتيرة يعني سألت بيها على الخاص بخصوص المسودة دي وبخصوص بنود المسودة، لغاية ما يصدر قانون مرة تانية نبقى نتكلم فيه. قبل كده ما ينفعش نقول مسودة القانون دي فيها ايه والتعديل فيه ايه. مش عاوز اطول على حضراتكم اكتر من كده، لكن لو في اي سؤال او اي استفسار، يعني يعلم الله ان انا الهدف من الفيديوهات اللي بعملها اني بلاقي تضليل، نوع معين من التضليل بيتم من الناس، للأسف بحاول اوضح على قد ما اقدر، والله المستعان. ولو في اي سؤال او اي استفسار بخصوص هذا الموضوع او موضوعات قانونية غيره، احنا حاضرين وتحت امر الجميع، ودمتم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.